الزمالك فريق كبير عنده بطولاته، لكنه خسر من طلائع الجيش، لانه طلائع الجيش كان يستحق انه يكسب. طلائع الجيش كان يستحق ان الناس تسقف له. ده مش كلامنا. حتى الراي الفني في المباراه هقول لك بلاش، روح للكابتن طارق يحيى كابتن نادي الزمالك ومقدم البرامج في قناه الزمالك، اساله يا استاذ مدحت انت شفت من الناحيه الفنيه الزمالك وطلائع الجيش ازاي؟ هل طلائع الجيش كان يستحق يكسب ولا الزمالك اتظلم وكان محتاج العدل بتاع مدحت العدل؟ اسمع الكابتن طارق يحيى. من وجهة نظرك فسر لي تصريحات الكابتن فاروق جعفر فيما يتعلق بانه باتشيكو مش عارف حاجة عن نادي لا هو يقصد في المباراة دي في المباراة ممكن دي. ممكن يكون قصده في المباراة دي ان هو ما كانش ما يعرفش امكانيات لعيبته في المباراة دي ولا مباراة الجيش ولا لعيبة الجيش. وهو الحقيقة انا فعلا يعني تعبت نفسيا في المباراة. انا وانا بتفرج على مباراة ابراهيم كنت تعبان نفسيا قوي. ليه؟ لا مش مصدق. طبعا بص في غيابات، ما بقولش لا، في غيابات كتيرة، في غيابات وفي خروج من في النهائي بالظبط صفر اليابان يعني. وفي تغيير مجلس، وفي عندك إصابة أونجم في الأول ما كانش في حسبان خالص. ماشي. أول 20 دقيقة كل الأمور دي تجمعت، لكن أنا كنت قاعد مزهوق يا جماعة في إيه؟ عمل في إيه؟ مش ممكن يا جماعة مش في إيه؟ يعني الواحد كان طالع على الهواء فعلا بعد الماتش مش قادر يتكلم خالص. لكن يعني كنت قاعد مذهول ومش مصدق ويعني هو ده الفرق الفني، فرقة كسبت 3-1 وبجدارة شديدة جدا، وإذا كان الحساب في هذه المباراة لا اللي اتظلم تحكيميا قطعا كان نادي طلائع الجيش. وأنت إذا كنت عايز تحسب ارجع بقى لمباراة اف سي مصر. يا أستاذ مدحت كفانا كلام عند هذا الأمر، لكن لأنه حتى الفار يا باشمهندس هو إيه فكرة بقى؟ أصل الفار لما اتعمل ده احنا جبنا لك أمير مرتضى قال لك لو الفار اتعمل من أول الدوري كنا خدنا الدوري من احساسه بما ناله من الفار، وجبنا لك الحلقه اللي فاتت خالد طلعت الناقد الرياضي الزملكاوي وعامل حسبه رقميه كامله ان الزمالك الاكثر استفازا باخطاء او بتقنيه الفار. الفار ما تدخلش عشان يطرد محمود على في مباراه اسوان. اتفضل البوكس. الفار كان نايم اهو. اتفضل وتكرار وعلى قدام عين الحكم ده العدل. بوكس اتفضل يعني. ولسه من بدري محمود علاء في ماتش الطلائع نفس الخطا وما بيطردش وما بياخدش انذار زي بالظبط الفار لما يتدخل. الفار لما يتدخل ويطرد اليو ديانج في مباراه الاهلي ووادي دجله ما حدش بيقول ده الفار بعد ما الكره خلصت اهي. بعديها يتم استدعاء الحكم من قبل الفار عشان يتقال له اليو ديانج يستحق الطرد وتم طرده في مباراة وادي دجلة. استمر فيها اللعب فترة. استمر اللعب لكن الفار الفار اللي انتوا شايفينه احمر. كابتن احمد فتحي نفس الشيء. احمد فتحي في مباراة اتفضل اهو ابراهيم نور الدين والحكم الفار بيستدعيه يرجع يطرد اليو ديانج. الاهلي ما اعترضش. الاهلي اللي كان اول نادي بعت لاتحاد الكرة ايام المهندس هاني ابو ريده وطلب الاخذ بتقنيه الفار. اللي عايز يبحث عن مبررات احمد فتحي هتشوف احمد فتحي يا باشمهندس. احمد فتحي في مباراه الاتحاد وضربه جزاء نفس الوقائع. الفار لما بيتدخل محدش بياخد باله. خلي بالك ان الكابتن احمد فتحي الاهلي محدش بيتكلم. احمد فتحي وكره جايه ناحيته كان رافع رجله اللاعب نزل والتحم معاه. يعني هو ما كانش شايف. بص مش شايف لاعب الاتحاد عشان يعني يتقال ان هو ضربه في وشه. انما هي حصلت وقبلها الاهلي وكان فيها ضربه جزاء. قبلها الاهلي وقبل تقنيه الفار وطالب دايما وابدا بالعداله المطلقه للجميع. مش بطريقه الكابتن. مش على طريقه مدحت العدل.